والجنينة وكل أنحاء دارفور والسودان، في تعز وصلالة، في العين، في العيون، في أبو ظبي، في بغداد، في الموصل، في الناصرية، في الأستانة سابقا، في إسطنبول، في أنقرة، في باريس، في روما، في القاهرة، في القدس، وحيثما يصلكم بث قناة المستقلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام إلى جولة جديدة من برنامج الحوار الصريح. هذه الجولة تتكون من عدة حلقات يومية نبدأها اليوم ونتعرض فيها إلى سيرة زعيم كبير من زعماء الإنسانية وحاكم مشهور في التاريخ الإنساني كله وصحابي من أرفع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرا ومكانة في تاريخ الإسلام. كنا بدأنا هذه الحلقات في بداية العام الميلادي الجاري وخصصنا أسبوعا من الحوار عن سيرة أول الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتعهدنا بأن نكمل هذه المسيرة العلمية إن شاء الله في هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي تأتيكم ثمراتها عبر الأقمار الصناعية. تعهدنا بأن نواصل البحث أيضا في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة وكبار الصحابة وأشهرهم، ومع أنهم جميعا وأكثرهم كلهم مبجلون مقدرون، ولكننا قلنا سوف نركز البحث على الأعيان المعتبرين المشهورين من ذوي السابقة وذوي الفضل الواضح في تاريخ الإسلام. التطرق إلى سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الخلفاء الراشدين ليس مبحثا دينيا في الحقيقة، ولكنه أمر بحث علمي وبحث تاريخي وبحث فكري. تاريخي بمعنى أننا نستعيد إذن تاريخ الرسالة الإسلامية التي غيرت مجرى التاريخ، وهو أيضا علمي بمعنى التدقيق والتحقيق في الروايات المختلفة حول هذا التاريخ، وهو بحث فكري لأننا إذ نستعيد تلك الأيام فإننا نقوم بما يطالب به كثير من الناس اليوم من ضرورة تجديد الفكر الإسلامي، فنحن نقلب تلك الصفحات الرئيسية المهمة الحاسمة في تاريخ الإسلام ونستنطق ضيوفنا بجديدهم في تفسيرهم لتلك الحوادث وتلك المعطيات وتلك الصراعات وتلك المقولات التي ترددت في ذلك الزمن، ونرى كيف ينظر إليها علماء هذا العصر ومفكر هذا العصر. كما أن ميزة هذا البرنامج التي تعرفونها أيها المشاهدون الكرام هي أنه يدير الحوار بين الضيوف وبين المشاهدين، فأرقام الهاتف التي ربما عرفتموها أكثركم الآن والتي سوف يذكركم بها المخرج الكريم في أي لحظة تسمح لكم بأن تشاركوا معنا في الحوار، بأن تتصلوا، بأن تطرحوا الأسئلة إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، ويمكنكم أيضا الاتصال مباشرة عبر الهاتف للتعليق على ما تسمعون ولطرح أسئلة حول الموضوع. إذن من دون إطالة كثيرة أذكركم بالضوابط العلمية والمنهجية للحوارات عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الرموز الكبيرة في تاريخ العرب وفي تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية. إن بحثنا هنا هو بحث علمي، الأولوية فيه هي للحجة وللطرح المستند إلى أمور علمية، والنقاش عندنا يبنى على اعتراف الجميع بحق الاختلاف، والنقاش عندنا مبني على الترحيب بالتنوع في الاجتهادات والترحيب بتعدد الرؤى والقبول بحق الاختلاف واعتباره وجها من أوجه حضارتنا المعاصرة. إن غرض الحوار الصريح هو تشجيع التسامح والتفاهم بين الناس، ويعني ترويج في الحقيقة ثقافة التسامح والتعددية وحق الاختلاف، ولذلك فهو لا يسمح دائما لا لضيوفه ملتزمون ومقدمه ملتزم، وكذلك المشاهدين الكرام كلهم مدعوون
كل وضوح إلى احترام المبدأ الحاسم في برنامجنا هذا وفي كل برامج المستقلة، أننا لا نجرح أهل دين ولا أهل مذهب ولا أهل ملة، فما جئنا هنا لتجريح أحد، وليس الإعلام منبرا للتجريح والشتم والثلب. فالمسلم على كل حال ليس بالطعان ولا باللعان، وهذا ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق. إنما جئنا هنا إلى مائدة حوار علمي، فمن كان يرغب في متابعة مائدة حوار علمي فأهلا وسهلا به، ونحن مسرورون بمشاركته معنا. ومن كان يظن أن البرنامج برنامج الحوار الصريح مكان لتبادل الشتائم أو اتهام الناس جزافا أو التجريح في هيئة أو في دين، فنحن نقول له لقد أخطأت العنوان، ونقترح عليه أن يستخدم جهاز التحكم الآلي وينتقل إلى برنامج آخر. لكن أنا عارف أنه ملايين المشاهدين يحبون موضوع هذه الحلقة ويحبون هذا البرنامج ويثقون بالروح العلمية التي تميز برامج الحوار الصريح، ولكل هؤلاء أجدد التحية وأعرب عن امتناني لهم لاختيارهم متابعة هذا البرنامج، وأقول لهم الآن موضوع الحلقات هو سيرة ثاني الخلفاء الراشدين، سيرة عمر بن الخطاب. أبدأ الحلقات بهذا الموقف في سيرة عمر في رواية رواها محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب بالصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكبروا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات من بني مخزوم فيقبضن لي قبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم، يعني يوم طويل من الرعي والشاق وأجرة كلها قبضة تمر أو قبضة زبيب. ثم نزل من المنبر، يعني جمع كل المسلمين في المدينة المنورة ليحدثهم بهذه الرواية، فقال له الصحابي الجليل المعروف عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني ما زدت على أن عبت نفسك؟ فقال عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين لصديقه ورفيق دربه عبد الرحمن بن عوف: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي قالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. وقيل في رواية أخرى: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئ منها. أيها السيدات والسادة مشاهدي قناة المستقلة، يسرني أن أرحب في هذه الندوة الخاصة بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكل من الدكتور محمد العريفي الداعية والكاتب السعودي والأستاذ الجامعي الذي جاءنا من الرياض من العاصمة السعودية للمشاركة في هذه الحلقات، وهو أيضا وجه إعلامي يتابعه الكثير من المشاهدين في قنوات شقيقة أو زميلة أخرى. كما أرحب في الاستوديو بالدكتور ناصر الحنيني الذي يعمل أستاذا مساعدا للعقيدة والمذاهب الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهو أيضا جاءنا من عاصمة المملكة العربية السعودية من الرياض للمشاركة في هذه الحلقات. المجال مفتوح للعلماء والكتاب المتابعين للحلقات للمداخلة معنا بالهاتف وبالفاكس، وكذلك لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام. ومثل ما كان الأمر في سيرة أبي بكر الصديق، كنا قد بدأنا بتمهيد عام عن الشخصية موضوع البحث وعن الإطار العام الذي ينظر، يعني الذي نبحث فيه مثل هذه الموضوعات. فأود أن أدعو الدكتور محمد العريفي ليفتتح هذه الجولة من جولات الحوار الصريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسأله بشكل مباشر عن السياق العلمي والإسلامي والتاريخي الذي ترى أن نتناول فيه
سيرة عمر بن الخطاب. تفضل دكتور مع تجديد الترحيب بك. جميل، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحقيقة أنا يعني لا أخفي شعوري بسرور البالغ بالجلوس على هذه المائدة التي تابعنا فيها حلقات عبر السنتين أو الثلاث الماضية، وكانت في الحقيقة متميزة عن غيرها، سواء في تميز الطرح في هذه القناة أو كذلك ابتعادها عن سفاسف الأمور التي قد يقع فيها أحيانا بعض القنوات لو كان عندها شيء من الطرح الثقافي. حقيقة أنا أشكرك يا دكتور محمد حقيقة على أيضا ما شاء الله ثقافتك وسلامة منطقك، وهذا قل أن تجده في يعني عدد كبير من الإعلاميين. أحيانا بعضهم يعني قد يدير لقاء يتعلق بأمر ديني، ثم يدير لقاء آخر يتعلق بشيء سياسي، ثم يدير ثالث مع مغني ورابع مع ممثل، ثم لا تجد الرجل إلا قارئا لأمور تحضر له، لكنه لو أدخل معه في نقاط أخرى لوجدت أنه لا يملك منها شيئا. لكن ما شاء الله أنت يعني جزاك الله خير يعني تميزت بثقافة واسعة فيما يتعلق بالأمور الشرعية التي تناقشها. عندي في الحقيقة بعض المقدمات أود أن نتفق عليها نحن والإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. يعني أول شيء أننا ما جئنا في الحقيقة من الرياض ولا تركنا أشغالنا إلا محبة لنفع المسلمين ونقل الخير إليهم، وينبغي علينا جميعا نحن ونحن نستمع لمثل هذه النصوص الشرعية التي سنسوقها إن شاء الله في هذه اللقاءات أن يكون عندنا جميعا تسليم للنصوص الشرعية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فأمر الله تعالى بإرجاع الأمور إلى الأصل الشرعي وهو الكتاب والسنة. وينبغي على أحدنا أيضا أن يكون عنده نوع من الاعتدال في النظر إلى الرأي الآخر. يعني أنا قد أكون أحيانا نشأت على رأي معين مثلا، لكنني إذا أثبت لي خلاف هذا الرأي وتبين لي بالدليل الشرعي وعرض لي بأسلوب جميل مؤدب مهذب، ينبغي علي أن أكون سمحا في قبول الرأي الآخر، ولا أكون كما قال الله تعالى عن قريش لما بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذوا يردونه دون حجة، لم يقولوا نحن غير مقتنعين بالدين أو ليس هناك إله أو نحن الذين خلقنا أنفسنا أو هذه الآلهة هي التي خلقتنا أو رزقتنا، إنما كانت الحجة الوحيدة عندهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى قال مهتدون. طيب قال: أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طيب ما هي مشكلة، أنت وجدت أباك، نشأت أباك مثلا ووجدت أباك يعبد صنما أو يتقرب إلى حجر، أنا الآن جئتك وجئتك بشيء هو أحسن ما وجدت عليه أباك. وكذلك كان يقول شاعرهم: هل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وبلا شك أنني في الحقيقة يعني أستبعد أن يكون الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات يعني من هذه الطبقة، وهم الذين يردون الحق بناء فقط على صورة ذهنية سابقة في أذهانهم. لا ينبغي أن يكون يعني المرء، خاصة أننا الآن في عصر ينبغي أن نحترم الرأي الآخر وأن نقدره، وكما تفضلت أنت في البداية نحن ما اجتمعنا والله لأجل سباب ولا لأجل أن نسب طائفة دون طائفة، إنما اجتمعنا لأجل أن نبين الحق، فمن كان على الحق يثبت عليه، ومن كان غافلا عنه أو كان مثلا عنده وجهة نظر أخرى يبينها، والمسألة يعني هي مكان للنقاش. كذلك في الحقيقة ينبغي أن نتفق جميعا على حسن الظن بالآخر، لا ينبغي أن أسيء الظن في من سألني. أنا مستعد أني أجلس على هذه أمام هذه الكاميرات، ومن أراد أن يسألني يسألني وحياه الله وبارك الله فيه، وليس عندي أي مانع في الشيء الذي أعرفه يمكن أن أجيب عليه، والشيء الذي لا أعرفه يمكن أن أحيله إلى غيري أو نبحثه له ثم بعد ذلك نرد عليه. ولا ينبغي في الحقيقة يعني أن نسعى إلى الخلاف بيننا. نحن حقيقة أعني المسلمين في هذا الوقت يعني مع تسلط كثير من الأمم على الإسلام، نحن بأشد الحاجة إلى الاجتماع دون الافتراق. طوائف المسلمين عامة ينبغي في الحقيقة أن نحرص على ما يجمعهم ولا نحرص على ما يفرقهم، ولا جئنا والله جلسنا على هذه الكراسي أمام الكاميرات لأجل أن نبث إلى الناس ما يفرق جماعتهم أو يشتت شملهم. نحن كما أحرص على اجتماع أنا وأولادي وإخواني وأخواتي، والله أني أحرص على المسلم الذي في البرازيل والذي في فنزويلا والذي في شرق الأرض وغربها أن نجتمع نحن على رأي واحد. لكن من الذي يحدد هذا الرأي؟ أنا قد يكون لي وجهة نظر وهو له وجهة نظر أخرى، الذي يحدد هذا الرأي هو الكتاب والسنة، نتفق جميعا ما وجدناه في الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفهما فعلنا به كما فعل به الأوائل رددناه، وكما قال الشافعي نضرب به عرض الحائط. كذلك في الحقيقة ينبغي أن تكون يعني عقولنا متسعة للخلاف، هذا اسمه حوار، والحوار الأصل أن يكون حوارا بين شخصين. فأنا لما أذكر نقطة أنت غير مقتنع بها
وسقت لك الدليل من الكتاب والسنة عليها ولم تقتنع به، لا يعني أنك مثلا تنقص من رأيي أو تجعله من السافلين وتبدأ تسبني وتشتمني، أنت لك رأيك، أنت لم تقتنع بكلامي، هذا يعني يحق لك أن تقتنع بما شئت ما دام أنك معتمد على دليل شرعي. وكذلك من أهم الأمور، يعني ينبغي في الحقيقة أن يكون لنا جميعا عند الخلاف أن يكون لنا مرجع نرجع إليه. مشكلة لما أختلف أنا وإياك مثلا في أن فرضا في أن الشاي يؤثر في الدهون أو لا يؤثر، مثلا أنا وأنت الأصل إذا اختلفنا في شيء أن نعود إلى طبيب، نعود إلى متخصص، إلى فني مختبر، لأجل أن يحكم بيننا ويحلله ويحكم عند ذلك. عندما نختلف في النصوص الشرعية أو نختلف في الأمور الشرعية، ينبغي أن يكون هناك مرجع نرجع إليه جميعا ونسلم له. اختلفت أنا وإياك في شيء يتعلق بعمر رضي الله عنه أو بعلي رضي الله عنه أو بأبي بكر أو بأي أحد من الصحابة الكرام أو بأي مسألة شرعية، ينبغي أن تكون أذهاننا واسعة وأن يكون عندنا نوع من القدرة على الاستسلام للنص الشرعي، استسلام للنص الشرعي، بحيث إذا قلنا أنت يا فلان مخطئ لأن الله تعالى قال كذا نرفع أيدينا، قل استسلمنا خلاص. لذلك سمى الله تعالى الإسلام إسلاما. كذلك نقطة أخيرة، وهو أنه لا ينبغي لمن يشاهدنا أن يشاهد هذه الحلقات بناء على قناعات سابقة يحملها ليس عنده أدنى استعداد أحيانا لتغييرها. عفوا، يعني ما الفائدة أن أتابع مثلا برنامج كامل يتكلم فرضا عن ضرر نوع معين من الطعام، وأنا قد ملأت مخزني منه ووضعت شيئا في القدر الآن يطبخ لأجل أن أكله، أو أنا أشاهد الحلقة وأنا جالس آكل من نفس الطعام. طيب ما الفائدة أنك تشاهد هذا البرنامج إذا كنت يعني بهذه العقلية السابقة؟ فنحن الآن جميعا نحمل قناعات معينة، أنا قد أكون أحمل قناعات عن عمر رضي الله عنه خاطئة، ما أدري، يمكن الحديث فيها ضعيف، الرواية غير ثابتة أو نحو ذلك. ينبغي كذلك على الإخوة والأخوات من الأفاضل والأحبة الذين يعني قطعوا أوقاتهم وفرغوا جهدهم لأجل مشاهدتنا، وهم بلا شك يعني حريصون على أنفسهم وعلى سعة ثقافتهم، ينبغي لا يجلس أمام التلفاز وهو عنده قناعات معينة، عنده 20 معلومة عن عمر رضي الله عنه ما عنده استعداد أنه يغيرها. طيب يا أخي، ما هي الفائدة أن تنظر إلى هذه الحلقات وتتابع ويعني أمام ناس قد تعبوا في التحضير لك وفرغت لأجل ذلك بث فضائي وغير ذلك، ثم ليس عندك استعداد لأجل أن تغير هذه القناعات؟ فندعو في الحقيقة جميع إخواني وأخواتي أن يكونوا جادين في الاستماع، عنده سعة نظر، عنده قدرة على تغيير قناعاته إذا عرضت يعني أمامه نصوص الكتاب والسنة. طيب أنا عندي سؤال هنا إضافي في المقدمات. لنفترض أن هذه الحلقات ترجمت للرئيس بوش مثلا، شخص مهم الآن من جميل في العالم، أو لرئيس الوزراء الياباني، قال أريد أن نعرف هؤلاء المسلمون المجتمعون يتحاورون في لندن عن عمر بن الخطاب. ربما يعني كل زعماء العالم قد يكونوا أيضا يرون في عمر بن الخطاب حتى لو لم يكونوا مسلمين زعيما قائدا ممكن أن يستفيدوا منه. وقيل لهم إن الحديث يدور حول صحابة نبي الإسلام محمد بن عبد الله، نقول نحن صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول لهم باختصار لو أردت أن تحدثهم عن ميزة وخصوصية الصحابة؟ جميل. المجموعة التي عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعملت معه على تأسيس على نشر الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ. رائع جدا. طبعا ينبغي عندما نريد أن نتكلم عن أحد ألا نتكلم عن المتميزين. حتى لو تلاحظ الآن الحلقات التي تقام مثلا في بعض القنوات الأخرى، القنوات أقصد الأجنبية، عندما يتكلمون عن مشاهير عندهم يتكلمون عن أقوام تميزوا في أشياء، تميز إما في اختراع، تميز في تمثيل، تميز في فن، في غناء، تميز في بطولة، في رالي سباق أو في غير ذلك. ما يأتون بشخص من الشارع لا يعرفه إلا نفسه أحيانا، يعني حتى يمكن ما عنده ولا صديق ولا صديقة ولا ولد ولا زوجة ثم يتكلمون عنه. نحن لماذا اختصصنا الآن الصحابة بالكلام عنهم؟ لماذا لم نتكلم مثلا عن فرضا عن فرعون مثلا، أو نتكلم عن النمرود أو عن أحد من السابقين من المشهورين؟ لماذا نحتاج في وقتنا الآن مع ما يقع على المسلمين
الآن في شتى بقاع الأرض، لماذا نحتاج أن نتكلم عن هذا الجيل؟ وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الجيل؟ مثل ما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، كانوا متناحرين متخاصمين، كما هو حال المسلمين مع الأسف الآن. يا أخي، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المدينة وفيها طائفتان بينهم من الشقاق والنزاع والخصومات، يعني بأشد ما عرفه التاريخ، بين الأوس والخزرج، ومع ذلك يستطيع أن يجمع هؤلاء على قلب واحد. بل يأتي معه صلى الله عليه وسلم بعدد كبير من المهاجرين إلى المدينة، ويلتقون بهؤلاء ثم يقاسمونهم أموالهم. بل وصل البعض بهم إلى أنه يقول: يا أخي، ما وجدت أحد يزوجك؟ يقول: لا، ما عندي أحد يزوجني. يقول: طيب، أنا عندي زوجتان، أطلق واحدة، إذا طلعت من عدتها تتزوجها. شوف من شدة يعني ما بينهم من الرابطة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه القلوب؟ وكيف تغيرتهم قلوبهم إلى أن استطاعت أن تجتمع؟ نحن في الحقيقة يا دكتور بحاجة في وقتنا اليوم إلى أن نجمع المسلمين كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج بينكم حرب، المهاجرون جاءوا إليكم لا تعرفونهم، وليس بينكم وبينهم أي صلة إلا صلة الإسلام، كيف استطعتم أن تقاسموهم أرواحكم؟ نحن اليوم نريد أن نجعل المسلم من أي طائفة من الطوائف أن يجتمع مع المسلم الآخر، لأجل أن نقف صفا واحدا أمام كل من يريد أن يطفئ نور الله بفيه. الله جل وعلا مدح الصحابة في كتابه وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، ثم أثنى عليهم قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا يمكن ينظر إلى أخيه لأجل وجهة نظر اختلف بينه وبينه فيحقد عليه حقدا عظيما قد يؤدي إلى عدم تعاونه معه في صد أذى أمة أخرى قد يعني تقاتله. رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هم فيما بينهم في التعاملات رحماء، ثم الواحد في خاصة نفسه هم ركع وسجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومدحهم الله تعالى في آية أخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، في الآية الثالثة. في لو سمحت بس دقيقة، في الآية الأولى التي ذكرتها في تمامها: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فيها هذا الرابط الجميل دائم في القرآن الكريم بين يعني أطوار الإسلام، أطوار دين التوحيد كله، الرابط بين محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وخاصة من صاحبي الدعوتين الكبيرتين اليهودية والمسيحية، يعني هذه العائلة التوحيدية اللي هي الأديان السماوية. نعم، الأديان السماوية. ولو نظرت الآن أصلا في هذه مهم، لأنه للأخ اليهودي اللي يشوف فينا والأخ النصراني اللي يشوف في الحوار ويفهمه باللغة العربية. ما دام ذكرت الآية فقد ذكرتني بهذا الرابط القوي في القرآن الكريم بين هل تصدق دكتور حتى في الكتاب كافة. نعم، جاء عن كعب الأحبار أن عمر رضي الله عنه مذكورة صفته في التوراة، وذلك أن كعب الأحبار كان يقرأ في كتب الأمم السابقة، فكان رضي الله تعالى عنه يخبر الصحابة بشيء من هذا، لذلك استشهد الله تعالى بالتوراة والإنجيل لما قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ إلى آخر الآية. نعم، كذلك قال الله سبحانه وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر، ثم بين صفتهم فقال: سماهم في وجوههم من أثر السجود. من أفضل هؤلاء الصحابة طبعا لما نريد أن نتكلم عنهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وقد تقدم الكلام عليه، وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم يأتي بعد ذلك بقية العشرة، ثم عامة الصحابة رضي الله عنهم، والكلام على فضائل عمر كثيرا يأتي إن شاء الله. نعم، احنا الآن ربما أخذنا بعض أنت بدأت الحوار ببعض المقدمات المنهجية حول جميل. طريقة التعاطي مع هذا النقاش، ثم تحدثنا قليلا عن مكانة الصحابة في تاريخ الإسلام، ونريد أن نبدأ بتمهيد عن بطل هذه الحلقات في قناة المستقلة، عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني في تاريخ الإسلام. فما رأيك دكتور الحنيني أن أغتنمها فرصة لأرحب بك من جديد في استوديوهاتنا هنا، ولأطلب منك أن تدخلنا الآن والسادة المشاهدين في خصوصية الموضوع الذي نناقشه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أولا أشكر كما تقدم أخي هذه القناة المتميزة، وكذلك أخي الدكتور محمد الهاشمي الذي يعني اتفق الناس على تميزه في إدارة الحوارات، كذلك انتقاء هذه المواضيع، وهذا يدل أيضا على أن الناس يتميزون في الاختيار والانتقاء، وهذا يدل إن شاء الله على ما أعطاك الله ومن به عليك من وفرة العقل، نسأل الله عز وجل يزيدك علما وفهما.
كذلك أنا قبل أن أدخل في سيرة عمر وأشكر الدكتور العريفي على هذه المقدمة الضافية، لكن أضيف أن هذه القناة تعتبر منبر ودعوة للمنصفين، صحيح. لكل منصف الآن يشاهد هذه الحلقات أن يتأمل في سيرة هذا الرجل. دعك أي خلفية سابقة، انظر في سيرة الرجل. عمر ميزته التي تميز بها عن غيره أن القيم التي أعلاها عمر يتفق عليها كل البشر، المسلمين والكفار، قضية العدل. ما ذكر عمر إلا ويرتبط به إيش؟ العدل. نعم. عمر رضي الله عنه ما يرتبط سيرته إلا بالعدل، ولذلك العدل تحبه كل النفوس، الظلم مكروه ومبغوض من كل الشعوب، كل الفطر، ولذلك عمر كان له هيبة ومكانة في نفوس الناس، كما سوف أذكر لكم الآن حتى من أصحاب الديانة الأخرى كيف مدحوه. الآن أذكر بعض النقول. أيضا أقول كلمة العقاد جميلة. العقاد ألف كتاب اسمه عبقرية عمر. ليش؟ يقول أنا كنت أرى الكتاب يذكرون الحسنات والسيئات لكل هذا حتى يقولون أني موضوعي. لما جئت عند عمر كل ما أريد أن أجد فما وجدت إلا رجل صفحته بيضاء. فجعلت العنوان يدل على ما فيه أن عمر عبقري، فاق الناس بعقله وعدله وحكمته، وهذا كلمة جميلة من العقاد. أدلف إلى الموضوع، وقد يسأل سائل من المشاهدين، نقول هي كما ذكر الدكتور وكما تبنت القناة، لماذا عمر؟ لأنه أحد العشر المبشرين الجنة، لهم مكانة في رجال الإسلام، فهو ترتيبه الثاني، فهو يختار لأجل هذا. النقطة الأخرى أن الأخبار تواترت، لا يستطيع أحد ينكرها في البخاري ومسلم والكتب والقرآن، وحتى كما ذكر أخي الدكتور في التوراة في فضل هذا الرجل، فهو شخصية عظيمة لا يستطيع أحد أن ينكر شيء من فضائلها. والذي يريد أن يقول إن عمر غير ذلك نقول أنت مثل ما تقول للشمس أنت لست بشمس. فعمر أصبح رجل مشهور جدا عبر التاريخ. أيضا هو ثاني الخلفاء الراشدين الذين حكموا المسلمين، وفي عصره كما يقال هو أزهى عصور الإسلام. انتشر العدل والرخاء والأمن، حتى أن عمر كان يدخل عليه في عهده وهو متوسد الرمل، ما عنده قصور، يعني الرجل طبق المبادئ التي يدعو إليها على نفسه أولا. فكان تأثيره كبير جدا في الصحابة، فما في أحد من الصحابة قال لعمر والله أنت أخذت أكثر مننا. ولا أريد أن أستبق الأحداث، كان يخطب فدخل ابنه أخذ من ابنه جزء من ثيابه، قال إن أنا طويل، فاستسمح ابنه أن يرقع ثوبه بثوب ابنه، وكانت هناك يعني مال للمسلمين، أعطى كل واحد من المسلمين ثوبا ثوبا. فقام أحد الصحابة قال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، قال له سلمان لا سمع لك ولا طاعة، لأنهم تعودوا عند عمر أن يعارضوه ولا يقول لهم شيء. فقال لماذا يا ابن أخي؟ قال كلنا ثوب ثوب وأنت ثوبين. فقال أجبهم يا عبد الله، قال هذا نصيبي فاستأذني والدي لأنه ما يكفيه الثوب. فانظر أولا عمر كان يطبق على نفسه، الأمر الثاني عمر ما يمنع أحد يعارض، الناس كلها تتكلم، ما كان يخافون في عصره، كان كل يعارضه، بل إن علي رضي الله عنه خالف عمر يوم كان ذاهب إلى الحج، فعمر ما وصله الدليل في قضية أن التمتع هو أفضل النسك، فلما نهى عنه فقال له علي رضي الله عنه قال لبيك اللهم عمره متمتعا بها للحج، ما قال له عمر شيء، جعله يبدي رأيه ويتبنى رأيه ويعارضه، وهذا يدل أن عمر كان أي مبدأ يدعو له من عدل أو إبداء الرأي للآخرين هو يتبناه ويطبقه في حياته. قضية ثالثة، أن عمر كان تأثيره عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من وقت إسلامه وبعد موته، حتى أنه الصحابة لما أسلم قال فعزنا الله عز وجل بعد إسلام عمر، أصبح خلاص حتى قريش حفظت مكانة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر، سأصبح كما يقول الميزان ثقيل لما دخل عمر معه. وكذلك وهي النقطة اللي أريد أن أصل عندها، أن عمر تميزت شخصيته كما يقولون شخصية جذابة، شخصية فيها من الصفات ما لا توجد عند أحد من كثير من الناس، قوته في الحق، صراحته، شجاعته وحميته، عدله، حتى كما سوف نرى معنا عدله حتى مع غير المسلمين، وهذه نقطة مهمة. عمر رضي الله عنه يظن البعض أنه فقط مع المسلمين، لا، حتى مع غير المسلمين، وكما سوف نذكر أمثلة كثيرة جدا في سيرة هذا الرجل العظيم الذي بهرت كما سوف أقرأ لكم الآن نص في دائرة المعارف البريطانية، نص جميل جدا عن عمر وفي بعض المستشرقين. أيضا عمر جمع بين الحزم وقت الحق والرحمة والحنان، فكانت عينه تفيض ويدمع لما يأتي موقف في رقة، فهذا هو العقل، أن الإنسان لا يكون شديد في كل الأوقات، لا، هو يشد في الحق وعند الرحمة والحنان تجده رحيم حنان. كذلك كثرت من كتب في عمر، عمر أكثر من ألف فيه، كتب فيه المسلمين وغير المسلمين،
كتبوا في سيرته، كتبوا في كثير من كذلك يعني ما ألف فيه باللغة العربية والأجنبية، وهذا يدل على يعني عظيم سيرة عمر. لعلي يا دكتور تسمح لي أقرأ نص نعم. صغير جدا يعني في دائرة المعارف البريطانية. هذا طبعا كله ذكر السادة المشاهدين، هذا نحن الآن في حقيقة في التمهيد للموضوع، وفي قليل من كثير من المبررات التي تجعلنا نخصص هذه الحلقات لهذا القائد والزعيم الكبير في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الإسلام. تفضل. تقول دائرة المعارف البريطانية وأنتم في بريطانيا الآن، كان عمر حاكما عاقلا بعيد النظر وقد أدى للإسلام خدمة عظيمة. هذا ما قاله مسلم، هذه دائرة معارف بريطانية محايدة علمية، فهذه تدل على قضية يعني عظمة هذا الرجل، أن حتى الذين درسوا هذا الرجل قالوا هذا الكلام. يقول أيضا أحد المستشرقين وهو واشنطن فرنج في كتابه محمد وخلفائه وهو مستشرق، يقول إن حياة عمر من أولها إلى آخرها تدل على أنه رجلا كان ذا موائب عقلية عظيمة، وكان شديد التمسك بالاستقامة والعدالة، وهو الذي وضع أساس الإمبراطورية الإسلامية ونفذ رغبات النبي وثبتها، وآزر أبا بكر بنصائحه أثناء خلافته القصيرة، ووضع قواعد متينة للإدارة الحازمة في جميع البلاد التي فتحها المسلمون. وإليه يقول إن اليد القوية التي وضعها على أعظم قواده المحبوبين لدى الجيش في البلاد النائية وقت انتصاراتهم لأظهر دليل على كفاءته الخارقة للحكم، وكان ببساطة أخلاقه واحتقاره الأبهة والتي أشرت إليها واحتقاره الأبهة والترف مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وقد سار على أثرهما في كتبه للقوات التي كان يراسلها. طبعا أنا أحب أغتنم الفرصة الآن ورحب أيضا بفئة خاصة من مشاهدي هذا البرنامج، أود أن أرحب بأصحاب الفخامة والسمو والجلالة ملوك وحكام ورؤساء الدول العربية بالذات اللي شاهدوا هذه الحلقات. هذا الموضوع عن بمعنى من المعاني، إن شاء الله ما يغضبوش مني المسلمين أقول زميل لهم في خاصية يعني الحكم والقيادة. قد كثير من المسلمين يقولوا لا يمكن أن تقارن عمر الخطاب بحاكم من حكام هذا الزمان، ولكن كل حاكم الآن في من موريتانيا إلى العراق من حكام الدول العربية يعني هذا الحوار، لأننا سنتحدث عن حاكم وقائد مسلم. أتوقع أن كل حاكم يريد أن يكون ذكره بين الناس حتى بعد أن يموت مثل ذكر عمر بن الخطاب الآن، ما زال بعد 1426 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل يمكن الأول في العدل كحاكم. فوين السر يا ترى؟ هذا بعض ما سنبحثه إن شاء الله في هذه الحلقات. وأود قبل أن أسأل الدكتور العريفي عن هذه الشخصية المهمة قبل أن تدخل الإسلام، فقد كان يمكن أن تكون يعني من زعماء الشرك والاستبداد القرشي الذي حارب دعوة الحق، فنسأل عن سيرته ووضعه قبل الإسلام. ولكن قبل ذلك أود فقط بأن أشرك شوية من المشاهدين على هذا التمهيد الأولي، لأنني أريد أن يكون الحوار بينكم وبين السادة المشاهدين. ومعي الأخ أمير من النرويج، وبه أرحب ببعض الاتصالات القصيرة التي أرجو لا تتجاوز دقيقة دقيقة ونص، فيركز المتصل على بعض الملاحظات التمهيدية حول ما سمع. ونحن في بداية الحديث عن عمر بن الخطاب، أبدأ بالأخ أمير في النرويج. تفضل يا أخ أمير، مرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أخ أمير ورحمة الله وبركاته. الأخ الهاشمي، أنا في الحقيقة عندي مداخلة بسيطة جدا يعني في البرنامج. نعم. وطبعا أنا في بكل صراحة هذه أول مرة في حياتي أتصل في قناة فضائي من دون كل القنوات الباقية، يعني إذا كانت الجزيرة أو في أي نقاش ثاني أو في أي من يعني البرامج، تفهمني يعني شو أقصد. طبعا أنا يشرفني هذا، مرحب بك. الله يخليك، جزيل الشكر. وقلت لك هاي مرة ثانية جزيل الشكر، أنا أول مرة في حياتي أتصل في قناة فضائية، لأنني مع الأسف لا أجد من يعني يتناقش بطريقة يعني فذة أو بطريقة عادلة أو بطريقة يتحدث بها عن حال المسلم الحقيقي. والآن يعني يبدو أن كلامي راح يكون شوية خارج عن نطاق الموضوع، ولا أخذ من وقتكم الكثير، لأنه
ما احب انا وان اكون يعني اخلص انت انهي الوقت بمواضيع غير، لكن طلبي منك يا اخ هاشمي. نعم. طبعا والله عندي طلب منك، وهذا الطلب اعتبره امانه في رقبتك، ان سمحت لي ان اعطيك هذه الامانه او استودعك هذه الامانه. نعم. ان شاء الله الايام المقبله راح تاتي، والايام المقبله راح ياتي الدور، العفو، ياتي الدور على الامام علي. نعم رضي الله عنه. رابع خلفاء الراشدين كرم الله وجهه ورضي عنه ان شاء الله في الدنيا والاخره. نعم. اود منك هذا الطلب البسيط، هو انه ان تستدعي رجلا من اهل الشيعه، ولا اقصد التفرقه، هذا واضح كلامي، ولا اقصد التفرقه. طيب. اود ان تاتي برجل من اهل الشيعه، واي رجل فينا في لدينا من هو اهل لهذه الجلسه، وارجو ان لا تقاطعني يا اخ هاشم لانني انظر اليك. بس بشرط الوقت، بس انا قلت من اول دقيقه ونص لكل الاخوان، لان احنا في التمهيد، فهذا الطلب وصل، فهل لديك ما تضيف في 30 ثانيه؟ الطلب وصل، اود منكم ان تحضروا السيد الكمال الحيدري المختص بامور الامامه. اها. ولان قضيه الخلافه، انا لا اعترض على مساله الخليفه عمر او اي شيء من هذا الموضوع، هذا البرنامج يخص الخليفه عمر، لكن قصدي انا انه موضوع الامامه موضوع حساس جدا. طيب. والاخوه هنا ذكروا ان عمر قد ذكر في التوراه. نعم. فما الذي ذكر عن عمر في التوراه؟ طيب اخ امير، هل ذكر انه اخ امير الخليه الاولى قد ذكر ابنته الوحيده وهي طفلة صغيرة؟ أخ أمير، أخ أمير، هذا في التوراة أنه دفن ابنته وهي حية؟ أخ أمير، أم كان يعبد الصنم الذي أخ أمير، أخ أمير، أخ أمير، أخ أمير، أخ أمير، أخ أمير، يا أستاذ 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 أمير، اسمعني بس، إحنا الآن هذه مداخلات تمهيدية، راح يأتي إن شاء الله يأتي الحديث بالتفصيل، ويأتي الكلام عن سيرة عمر قبل الإسلام وبعد الإسلام، وإن شاء الله ربنا يقدرنا أيضا بفضله وكرمه ومنته وإحسانه، ويأتي دور أيضا لعرض سيرة الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، وإن شاء الله تكون كلها موائد علمية طيبة تنفع الناس جميعا. فأنا شاكر لك اهتمامك واتصالك وملاحظتك، وإن شاء الله نسمع منك أيضا في بقية الحلقات وتجد أجوبة عن هذه الأسئلة، وربما تجد معلومات أخرى كما طلب الأخ الدكتور العريفي، قال لي ندخل هذا الحوار بعقول وبقلوب مفتوحة، ولتكن الحجة هي منهجنا في الحوار. أشكرك جزيل الشكر على اتصالك ومرحب بك دائما. الأخ فؤاد في الكويت، ووصي الأخ المخرج ببعض المتصلين أحيانا اللي مروا بنا سابقا ينسبوا أنفسهم لبلدان ويستغلوا فرصة البث المباشر، فحتى يكون لأحيانا الإساءة إلى بلدان أخرى وغيرها حتى يكون منتبه. الأخ فؤاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي، أنا قرأت في كتب الشيعة. لا لا، أنت الآن إحنا إذا عندك ملاحظة تمهيدية عن سيدنا، عن الموضوع البحث، دون ما الدخول في تصنيفات مذهبية أرجوك. أنه كاتبين عن عمر رضي الله عنه أنه دكتاتور عصر. ألو. أنت قلت هناك بعض الناس، نقول هناك بعض الناس، ربما قرأت في بعض الكتب من يرى هذا الرأي. ما بدأنا نسوي في السيرة. فنحن هو يحب يعطي ملاحظة تمهيدية، ربما يحب يذكر، ربما يريد أن يضع بعض الالتباسات أو الشبهات تضعونها في حسابكم. لا للسرد. بإذن الله نحن بس نعمل مزاوجة. هو لو سمع الحلقة يمكن يتنازل عن هذا الكلام. شوي شوي، هي هذا فن. أنا في رأيي إنه أنا أنت بس أنت عني. أنا الأخ الآن. عني بس التمهيد. هو خرج عن. هو قرب يخلص، قرب يخلص. ما ليس في التمهيد هذا. هذه مداخلة ليست. ما مشكلة. هو يعني نضعها في الاعتبار. على كل حال، أنت قرأت لبعض الذين يقولون إن من نتحدث عنه اليوم كان دكتاتورا، هكذا سمعت؟ طيب أنا قلت لك قفل الشكاوى. لا يا أستاذ الأخ المخرج، بالله انتبه للأخ هذا اللي دائما يتصل ربما حتى يثير أو يسيء إلى غيره. الأخ عبد الباقي في الجزائر، مرحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ عبد الباقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الهاشمي الله يسلمك. مرحبا. الله يسلمك. إن شاء الله أنا راح أقول كلمتين أو ثلاثة تعليقا عن ما قيل الليلة. نعم. أنت أخي الهاشمي الله يسلمك قلت الصحابة رحماء بينهم وما جبت آخر الآية يا أخي. ما جبت آخر الآية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما قال وعدهم، قال وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنهم الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. وذيل الآية ضامن لمضمونها، دائما لازم ذيل الآية يجي في الآية، هو اللي يبين المعنى. هذه النقطة الأولى مولاي. النقطة الثانية في مسألة كعب الأحبار وعمر، إن كعب الأحبار وجد صفة عمر في الكتاب، لماذا لم يجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخ عبد الباقي، يا أخ عبد الباقي، يا أخ عبد الباقي، واحدة واحدة يا أخي، صفة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد صفة كعب الأحبار. ما راح نقدر، هذا سؤال جدا مهم. يبدأ بالأولى. لحظة بس، لحظة، يا عبد الباقي، 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 لحظة، لحظة يا عبد الباقي. نعم. أما قولك في الآية الأولى فالدكتور العريفي عنده بدقيقة تعليق عليها صغيرة عشان نفوت للثانية، مدبنا في التمهيد في ما جاء في القرآن الكريم عن فضل الصحابة، فما هو تعليقك دكتور العريفي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ عبد الباقي على مثل هذا الطرح، لكن ليست المشكلة عندنا في الحقيقة إلا أن بعض الإخوة في الحقيقة يتصل وهو مشحون يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء الصحابة قال وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، لا يعني أن بعض الصحابة ليسوا من المؤمنين، إنما جعل الله تعالى من جمع بين الوصفين بين الإيمان وكلهم مؤمنون ومعها العمل الصالح والزيادة فيه. فكما أن المسلمين عموما هم متفاوتون في الفضل كذلك الصحابة متفاوتون في الفضل، لذلك لا يمنع أن بعض الصحابة قد يعذب على معصية فعلها، لا يمنع ذلك، ولا يمنع أيضا بعض الصحابة قد يعني يقع في معصية كما وقع ماعز رضي الله عنه، كما وقعت الغامدية رضي الله عنها في الزنا، كما وقع مثلا ممن سرق، كما وقع من المرأة التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فليس المعنى أن الإيمان وصف لوحده والعمل الصالح وصف لوحده، إنما كلهم ينطبق عليهم الوصف الأول وهو الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول الآية محمد رسول الله والذين معه. نعم. يعني كل الذين معه، إيش صفاتهم يا ربي؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، ترام ركعا سجدا. ثم في آخر الآية بين الله تعالى أن هؤلاء الصحابة درجات، لكن لو كان بعض الصحابة على ما قد يفهم الأستاذ عبد الباقي أنهم ليسوا بمؤمنين لما قال الله تعالى والذين معه، كان قال وبعض الذين معه، لكنه قال ولعل من الآيات الأخرى التي فيها كمان قطع الأخرى في قطع لهذه المعنى هي الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية. الذين بايعوا في بيعة الرضوان. الذين نزل القول الإلهي في القطع بالرضا عنهم. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأولئك 1400 مش عارف كم، هؤلاء الذين 1400 اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وكان منهم عمر بن الخطاب لأنه كان طبعا بالإجمال مشهور وقتها بالإجمال السجال اللي حصل حول شروط وبنود المعاهدة بين سهيل بن عمرو. دكتور محمد، بالنسبة للأستاذ الكريم الذي اتصل من النرويج الذي تكلم عن وأد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابنته، طبعا هذه قصة غير ثابتة عن عمر بن الخطاب، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا كله قبل الإسلام يا أخي، قبل لا يأتيهم نبي، قبل لا يأتيهم أحد يبين لهم الحق والباطل، كانوا على الشرك، يعني كان يفعل شيء أعظم من وأد البنت، هذا إن صدقت الرواية طبعا في ذلك. ولو ذهبنا نأخذ الصحابة واحد واحد وننظر ماذا كانوا قبل الإسلام ثم ماذا أصبحوا بعده، لما بقي أحد دون أن نقع في عرضه ونتكلم فيه. هو على كل حال بعد ذلك حتى الآن، يعني لو أن شخص حتى لا الآن الآن لو أن بريطانيا مثلا، لو أن بريطانيا كان مثلا عنده علاقات نسائية كثيرة جدا مثلا، وكان عنده غرام بالخمرة مثلا ومش عارف الآخر، ثم دخل في الإسلام وأصبح داعية، وأصبح داعية مشهور، يصح لأحد أن يذمه يقول أنت كنت تجرب خمرة؟ لا يذم. وعلى كل حال بس أنا مستغرب من الأخ عبد الباقي، أنا مسلم قال الإسلام، يعني نبرة حديثك، نبرة حديثك كأنك متضايق من الحديث عن فضل الخليفة الراشد الثاني، هل هذا عندك أم لا؟ لا إن شاء الله ما نظن به الآخرين.
يا أخي الهاشمي. نعم أخي. أنت لازم تسمعني. أنا حصلت مقاطعة وما وصلت كلامي. المقاييس التي جاء بها الأستاذان هي مقاييس شخصية ليست مقاييس قرآنية. افهم هذا الكلام أخي. هذا الكلام كله مقاييس شخصية مو مقاييس قرآنية. بس أنت لكنك أنت بس لم تجبني. إحنا سوف نأتي لأن ماذا بي يا عبد الباق الحاضرين عندك. إحنا الآن ما بدينا في عرض التفاصيل ولا حكينا في السيرة الذاتية بمعنى تفصيل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا فقط أود أن أسأل. شكيت في حاجة جاوبني عليها لو تكرمت لطفا منك ومنا. ظننت كده من وحي حديثك أنك تبدو في مظهر المتضايق من الحديث عن عمر بن الخطاب. هل هذا صحيح أم لا؟ مو بهذا الشكل. أسمع أسمع. أنا ألفت كتاب اسمه قراءة في سلوك الصحابة. ركزت فيه على شخصيتين. شخصية عمر في الانحراف الفكري وشخصية المغيرة في الانحراف الخلقي. أنا أقول لك الكتاب مطبوع موجود. لا أخ عبد الباقي. وكله من كتب. على كل حال على كل حال يا أخ عبد الباقي. عبد الباقي بصراحة شديدة الآن. خلي حديثك عن سيدنا عمر إذا حتحكي أنت على الانحراف الفكري بعد أن يعرض الحديث كله. وأنا طبعا أعرف أنه بعض الناس قد يصدموا من العبارة اللي استخدمتها. صحيح. قد يروا فيها مس. يعني بشخصية نبيلة كريمة عندهم. ولكن جوابي لهؤلاء هو أن يعلموا أن في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى روى عن خصوم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فيه كاهن أو مجنون أو ساحر وشاعر وغيرها وقول خصوم موسى في موسى عليه السلام وغيرها وكذا. فنحن يعني في حوار علمي وحوار على التلفزيون في القرن 16 الهجري الأراء تتعدد. ولكن الأخ عبد الباقي ممكن يراعي شوية حساسيات مخالفيه في الرأي في الحديث ثم لعل إن شاء الله تتاح له فرصة بعد ما يسمع أكثر في نتعمق في ثنايا البحث ونسمع منه مرة أخرى. ومرحب بالأخ عبد الباقي. عندي دكتور محمد يعني ملاطفة الأخ عبد الباقي. الله خير. تفضل. والأخ يبدو لي أنه مثقف ورجل باحث ويختلف عن غيره في كيفية التعامل معه. يعني أقول يا أخي أستاذ عبد الباقي عسى الله أن يوفقنا وإياك للخير يا رب. يعني دع الخلق للخالق. وعمر المغيرة علي أبو بكر طلحة الزبير أنا أنت فلان فلان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا كل هؤلاء لهم رب سيجمعهم ويحاسبهم إن كان عندهم شيء من الانحراف الأخلاقي إن كان عندهم ظلم إن كان عندهم طاعة. أنت لماذا يا أخي يعني تطحن في الرحى بغير قمح؟ يعني لماذا تشغل نفسك بالتأليف عن أبي بكر عن عمر عن عثمان وتقع في هذا وتقول هذا كان متسلطا كان هو تسلط على مالك هو اعتدى على عرضك هو اعتدى على شيء من عفوا من بناتك أو نحوه. ينبغي في الحقيقة إذا أردت أن تشتغل اشتغل بدعوة المسلمين إلى الخير توضيح الحق لهم ألف في تحريم الزنا تحريم شرب الخمر تحريم الحكم بغير ما أنزل الله أهمية صفاء القلوب للمسلمين بعضهم على بعض أهمية الوحدة الإسلامية جمع كلمة المسلمين على بعض. أما أستاذ عبد الباقي أن تفتح صفحات التاريخ السابقة وتبحث عن حادثة مثلا لم تثبت عن فلان من الصحابة وتبدأ يعني تعمل منها كتابا ومجلدا وتسود في صفحات. أنا أقول ترى نصيحة لك وأسأل الله تعالى أن يرفع درجتك في الخير وأن يجعل قلمك سيانا فيما ينفع المسلمين في وحدتهم. طيب احنا نعطي شوية حصة لبريطانيا نجي لك ناخذ مكالمتين فقط من بريطانيا نرجع لي تفضل ونرجع لموضوع البحث في صلب الموضوع. فالأخ محمد والأخ محمود نبدأ الأخ محمد تفضل. السلام عليكم أخ هاشمي. وعليكم السلام. أولا أشكرك على هذا البرنامج وأشكر ضيوفك لأنهم من الوزن الثقيل. الله يسلمك. فأنا أتابع واحد منهم في قناة اقرأ. نعم. وأنا معجب ببرامجه أخي. قبل ما أدخل في مداخلة البسيطة والخفيفة إن شاء الله أقول لأخي من النرويج إذا كانت القصة حقيقية فالإسلام يجب ما قبله. وأقول لأخي الجزائري لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الهاشمي أشكرك شكرا كبيرا لأنك دفعتني دفعا منذ أن رأيت البرامج الأولى عن أبي بكر لأن أقوم بالدراسة والتنقيب حول هذه المرحلة التاريخية من الإسلام. والحمد لله لقد اقتنيت كتبا وقرأت الكثير. فشخصية عمر شخصية عظيمة ويعني أكثر من عظيمة والله العظيم. فأنا لما قرأت حياته استوقفتني
قصة وقعت له مع خولة بنت الحكيم. فخولة بنت الحكيم استوقفته يوما فقالت له: يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرا تسارع الفتيان في سوق عكاظ. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارودي لصديق الذي كان يرافق عمر: لقد اشترأت على أمير المؤمنين. فماذا قال له عمر؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سمواته، ويتجادل الرسول في زوجها وتشتكي إلى الله، فعمر والله حري أن يسمع كلامها. يعني لو ننظر إلى هذه القصة نجد مدى تواضع وديمقراطية عمر، يعني منذ أكثر من 1426 سنة منذ الهجرة. فيعني شخصية عمر يعني بهذه بتعاملي مع الرعية بهذه الطريقة، يعني لا يترك مجالا لأي أحد من كان أن ينقد أن يطعن فيه أو أن يقول شيئا قبيحا أو شيئا. يعني الرجل كله الحمد لله خصال حميدة وإيمان وإسلام وخوف على الإسلام والرعية. أخ محمد، شكرا أخي. أخ محمد، هل لهجتك جزائرية؟ هل أنت جزائري؟ أنا مغربي يا أخي. مغربي، مرحبا. ما أنتم المغرب العربي كلكم شيء واحد. الحمد لله. هذا المغرب الإسلامي زي ما أنا كله. وأنت يا أخ هاشم من نتصل في النسب. إيه الحمد لله. ما شاء الله. بزوجك يا أبو. الحمد لله، وإن شاء الله يجعل ربنا يجعلنا دائما من نسبنا الأهم كله هو العمل الصالح إن شاء الله، لأنه هو اللي صحيح. هو اللي ينفع يوم. هو اللي ينفع يوم القيامة قبل أي شيء آخر. أخي محمد، بارك الله فيك على اتصالك وعلى مداخلتك، والكلمة الأخيرة الآن في هذا الوقت من البرنامج. قد نعود بعد فترة إلى المكالمات، لكن الآن أخ الأخ محمود معنا من برمنغهام. مرحب بك يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عراقي. هلا بك. وأنا طبيب. هلا بك. وأنا كنت أنتظر بفارغ الشوق الحلقة اللي ابتديت بها اليوم. يا مرحب بك. ويعني كأنا كطبيب يعني ما عندي وقت أبحث الكتب، هذه فرصة لي حتى أتعلم من سيرة الخليفة الكبير عمر بن الخطاب. فرجاء وأتصور كثير المشاهدين يمكن يشاركوني الرأي، إذا أي شخص يتصل ويحاول يهاجم شخصية الخليفة عمر بن الخطاب أو يحاول يعمل فد نقاش، هذا ضياع لوقت البرنامج. أنا يعني الحقيقة بس أريد أستفاد من هذه قدر الإمكان، وقتكم محدود، ورجاء لا تطون دول الناس يعني اللي يجون يعملوا مشاكل الوقت ليجادلوكم، لأن ما توصلنا النتيجة. طيب. أرجو يعني رجاء للمخرج أنه يقطع المكالمة بدون أي شيء. طيب دكتور محمود، أنت مشتاق للبرنامج وهذا يعني أمر يسرني في الحقيقة، يعني من أجمل وأفضل ما أقدم. يعني أنا شخصيا في قناة المستقلة هي هذه البرامج التاريخية المهمة، خاصة المتصلة بالإسلام وبرموزه ورجاله، فأنا سعيد بأنك كنت تتابع فينا وآخرين كذلك يتابعوا فينا، وإن شاء الله إن شاء الله نوفق جميعا نجمع بين أن الحوار يمضي سلسا وأن الأراء أيضا تعرض بأدب ويكون هناك حوار وتعدد في الأراء وفي الاجتهادات. أشكرك جزيل الشكر. الآن مشاهدي الكرام سوف أوجه السؤال إلى الدكتور العريفي لندخل الآن في صلب الموضوع مباشرة ونعرف بهذه الشخصية العظيمة التي سمعنا الآن من له مآخذ عليها، ونعرف نحن كمعطى واقعي أن هناك أكثر من مليار إنسان الآن موجودين في العالم يعتبرون محبة عمر بن الخطاب كأنه جزء من دينهم ويجلونه إجلالا عظيما، هؤلاء من المسلمين فضلا عمن ذكر من غير المسلمين. فمن هو عمر بن الخطاب إذن، هذا الذي شغل الناس حيا عندما كان أميرا للمؤمنين ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الناس يجتمعون في صفر من 1426 للهجرة وفي مارس من 2005 للميلاد في لندن يتحدثون عنه. أحسنت، جميل. بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه، هو أحد الصحابة كما تقدم معنا، هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى بني عدي من قريش، أبو حفص رضي الله تعالى عنه يكنى بابنته حفصة، والحفص هو الأسد، وهو رضي الله تعالى عنه كان أسدا في الحق،
أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، أمه مخزومية، وكما تفضلتم أنتم في البداية هو كان يرعى غنما لخالات له من بني مخزوم لما أيوة. قام وأخبر الناس بذلك على المنبر. ولد رضي الله عنه قبل الفجار بأربع سنين، يعني إن شئت بالتاريخ الهجري فيكون أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عشرة سنة، وبالتاريخ الميلادي عام 581 بالميلادي ولد رضي الله تعالى. أصغر ولا أكبر؟ أصغر من النبي. كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عشرة سنة. كان في الجاهلية. وبالتالي إحنا كنا حكينا عن أبو بكر الصديق، قلنا كان هو أصغر من النبي بسنتين. أي نعم. فيصبح هو أصغر من الخليفة الأول ب 12 سنة. صحيح. نعم. كان في الجاهلية من أشراف قريش، وفعلا الذي عنده هذه الصفات من القوة والشجاعة والجرأة والمبادرة وغير ذلك في غالب الأحيان أنه يبرز بها سواء كان في جاهلية أو في إسلام، لأنها يعني مميزات قيادية في الشخص يحكمها الدين إذا أسلم، أما إذا لم يسلم فقد لا يحكمها شيء. كان الناس في الجاهلية يستبعدون إسلامه في الحقيقة، وكان يعني لما جاء الإسلام كان المسلمون جميعا لا يظنون أن عمر رضي الله تعالى عنه يمكن أن يسلم. ومن اللطائف في ذلك ما ذكره ابن هشام عن أم عبد الله بنت حنتمة زوجة عامر بن ربيعة، كان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا على المسلمين، يعني يضربهم يؤذيهم يحول بينهم وبين الإسلام، وهذه كلها أمور في الجاهلية. حتى ما يزعل علينا أخونا مرة ثانية ويقول كيف تمدحونه ضرب فلانه، ضرب مثلا لبيبة مولاة بني مؤمل وضرب فلان، هذه كلها أمور في الجاهلية، والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام يجب ما قبله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة التوبة. فأذكر أن ابن هشام ذكر أن أم عبد الله بنت حنتمة كانت تريد أن تهاجر إلى الحبشة، وذلك في الهجرة الأولى تريد أن تهاجر الحبشة مع زوجها. لما خرجوا من مكة كانوا متخفين من المشركين خوفا من أن يأتي أحد ويؤذيهم أو يحول بينهم وبين الوصول إلى مبتغاهم. لما خرجوا إلى أطراف مكة نسوا بعض الأغراض في مكة، فتورط هو زوجته، كيف من يحضرها أنا أم أنت، نرجع اثنين؟ قالت لا أنا أنتظر عند المتاع، ترجع أنت بسرعة وتأتي لي. قال طيب انتبه لا يأتي أحد من الكفار ويعلم أننا مهاجرون ويؤذينا أو يقتلني أو يقتلك أو يعذبنا، انتبه لا يأتي ولا مولى من مواليهم لا يعرف أحد. قالت أبت، إذا أتى أحد لن أخبره بذلك. كانوا يخافون من مواليهم فضلا عن أن يمر عمر أو يمر أمية بن خلف أو أبو جهل أو أحد من كبارهم. في هذه الأثناء كانت المسكينة جالسة عند متاعها، فإذا بها يمر بها جبل من الجبال، يمر بها عمر بن الخطاب. أول ما رآها عمر ورأى امرأة معها متاعها في 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 مكان قفر، قال لها ما حبسك ها هنا؟ فالمرأة من شدة الهلع أجابت بالصدق، قالت نحن مهاجرون إلى الحبشة. قال عجيب، تركبون البحر وتذهبون إلى الحبشة؟ قالت نعم. قال عجبا، تتركون دياركم وأموالكم وأبناءكم، تتركون كل هذا وتذهبون إلى الحبشة؟ قالت نعم. قال لماذا؟ قالت لأنكم ضيقتم علينا في ديننا وحلتم بيننا وبين عبادتنا. فجعلت المرأة تخرج ما في صدرها حقيقة، هي تنتظر من عمر أن يرفع السيف ويضرب أو يرفع الصوت أو أن يلطمها على وجهها، فإذا به يترك كل ما تعود عليه منه جانبا ويقول لها كلمات جميلة. قال إني لأرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا صاحبتكم السلامة. عجيب، عمر يقول هالكلام؟ نعم عمر يقول هالكلام، سخرها الله أن يقول هالكلام. مضى عمر وجاء زوجها، إيش الأخبار؟ قالت والله مر بي رجل. قال من؟ لا يكون مولى ولا عبد عبيدهم؟ قالت لا، مر بي عمر بن الخطاب بنفسه. الرجل برك على رجليه ينتفض. قال عمر بن الخطاب؟ قالت عمر بن الخطاب. قال يعني انتهينا الآن، سيأتي ويقتلنا ويفعل شيئا. قالت لا والله، قد قال كلاما جميلا. ظن أن الكلام الجميل أنه قال بهدوء ارجعوا، ظن هذا هو أجمل كلام ممكن يطلع منه. فإذا به يقول لها، تقول له قد قال صاحبتكم السلامة، أرجو الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. استغرب الرجل، ما استوعب أن عمر ممكن يقول هالكلام، ما استوعب. قال يعني ماذا تقصدين من هذا؟ قالت إني لأرجو الله أن يسلم عمر. قال عمر يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. يا ويسلم الحمار اللي عندهم في البيت، عمر لا يمكن، معقول عمر يسلم؟ هذا الرجل الشديد علينا الذي يعذب المسلمين ويصد عن الدين. فكانوا يستبعدون في الحقيقة أن يكون
يعني رضي الله تعالى عنه من عداد المسلمين. ثم بعد ذلك وكان أيضا عنده قبل يعني ينتقل مني الكلام كان مع شدة على المسلمين له وجاهة في قريش, يعني ذكروا بأنه كان سفيرا عند قريش جده نفيل سفيرا لها يعني سفيرا لها إلى الأقوام يمثل قريش, يعني لو وقع مشكلة بينه وبين غطفان ثقيف معثوه يعني نعم يذهب ويتكلم عنهم. ذكر ابن سعد في الطبقات أنهم كانوا يحتكمون إليه عند الخلاف, وذلك لما أوتي من عبارة, لما أوتي من يعني قدرة على بيان ما يريد, لما أوتي من عقل الناضج, وهذا سيتبين لنا أيضا من خلال عبقرية رضي الله تعالى عنه في التعامل مع الأحداث, في المناظرات, في إسكات بعض الخصوم, في حل بعض المشاكل في البلاد الأخرى. تقع مشكلة في مصر يحلها رضي الله عنه بجرة قلم, تقع مشكلة في الشام, مشكلة في العراق, مشكلة في اليمن. وكان من هيبته في الجاهلية ما نفعه أيضا في فصل الخصومات بين الناس, يعني لما يقول كلام صاحب الحق يفرح به, أما الذي ليس له حق يعني لا يستطيع أن يجرؤ أن يعترض على عمر رضي الله عنه. وكان قارئا, كان يعرف القراءة. أحسنت نعم, هذه خاصية مهمة في تلك المرحلة التي لم يكن, كان عنده نوع من الثقافة يا شيخ. أصلا عمر من أوائل الصحابة الذين اشتغلوا بالتجارة في الشام واليمن, وكان يزور الأسواق ذي المجاز ومجنه وعكاظ ويخالط الناس, يعني ما كان رجلا من يعني سطة الناس أو من سقط المتاع لا يلتفت إليه, لا رجل كان تاجر, يعني رجل ثقافته واسعة, قدراته متعددة, سافر إلى الشام اكتسب من ثقافاتهم, سافر إلى اليمن خلال هذه الأسفار يختلط بالناس, يختلط عمل بالتجارة يعني عمل بالتجارة نعم, وكذلك كان في الأسواق يخالط الناس من الأصناف متعددة, حتى جعل الله تعالى له هذه القدرات بدأت ترتفع حتى نفعت الآن. إحنا الآن يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني وجدنا عندهم خاصية التجارة صحيح, فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه في جزء من حياته بالتجارة عمل صحيح بالتجارة. ودائما هذا كل ما تطلق هذه الخاصية وانت ذكرتها الآن تذكرني بسؤال آلي كده يأتيني, وهو أنه لا ينبغي على التاجر الذي يشاهد هذه الحلقات أو يقرأ في مكتبته أو يسمع في هذا البرنامج سير هؤلاء التجار العظماء إذا أخذنا أن ينتبه كيف يجمعوا بحيث أن لا تستغرقه تجارته. أحسن. فيستغرق عمره كله يجري وراء البورصات ويبحث عن المال ويجمعه. أحسن. ثم يموت ويخليه. أحسن. ولا أحسن. ومن دون ما ينتبه لشيء من حياته كلها. أحسنت. بل لو تأملت دكتور تجد أن الإسلام كيف دخل إلى الصين, دخل عن طريق دعاة ولا عن طريق من؟ تجار. كيف دخل الهند؟ عن طريق تجار. ترى يعني ناس ذهبوا ليس طلبة علم, ما تخرجوا من كليات شرعية, ذهبوا إلى هناك لأجل شيء واحد, معهم بضاعة سيبيعونها هناك ويكسبون منها مالا, هذا ناوي يبني بيت, هذا ناوي يتزوج, هذا ناوي يفتح محل, لكن لما ذهبوا إلى هناك وحملوا هم الدين معهم نفع الله تعالى بهم. طيب. هذا شيء. الشيء الثاني ولو قطعت كلامي فضل. سبب اشتغال أكثر قريش بالتجارة إن ما كان في مكة وظيفة إلا التجارة. ما عندهم زراعة, ما عندهم يعني أرض صالحة, المسألة جبال, والناس يأتون من كل مكان إليهم, لذلك هم يشتغلون بالتجارة في أكثر حالات. طبعا يمكن لو أردنا أن نزاوج بين هذا الموضوع الفكري العلمي الديني وبين أشواق كثير من الناس اللي تابعوا الحلقة من الشبان, خاصة الذين يبحثون عن عمل. أنت الآن قلت أن الناس في مكة آنذاك لم تكن هناك يعني ما فيش وظائف ومصادر عمل. الآن كثير من الشباب العربي يشتكي من قلة الوظائف أيضا, فيمكن نقول له عليك أيضا أبحث أيضا عن إمكانية التجارة وأن تعمل رأس مالك وتشتغل. جميل. أصلا يا دكتور ترى الفرص لا ينبغي أن تنتظر حتى تأتيك, أنت اذهب وابحث عنها وانتزعها. لذلك جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف أن 9 أعشار الرزق في التجارة. يا أخي ليش الشاب ينتظر يقول أنا معي بكالوريوس تجارة إلا يشتغل مدرس ولا موظف إلا يقبلني الديوان الذي يوظفنا في كذا ولا كذا. يا أخي دبر, افتح محل, اشتغل في أجرة, في سيارة, ضع لك بساطة في سوق. وكم من إنسان بدأ والآن هو يملك الملايين وبدأ تاجر شنطة ولا في بسطة في سوق أو غير ذلك. وهذه لفتة مهمة حقيقة منك, خاصة في وقتنا الآن الذي تكثر فيه البطالة. ليش ننتظر لحد ما يأتي غيرنا يوظفنا؟ يا أخي أنت اعمل بنفسك وكون مبادرا حتى تنفع غيرك أيضا. الآن ذكرت لأنه قبل أيام بعث لي أحد المشاهدين يطلب المساعدة. لا, قال هو خريج أستاذ وأخته أستاذة وأخته أستاذة, 3 أساتذة بكالوريوس وما يشتغلون ولا وجد وظيفة في التعليم ويبحث عن حل. وكان نفسي أقول له يا أخي الكريم جربوا أيضا الطرق الأخرى أن تعملوا في العمل الخاص. فهذا أيضا من ماثر عمر بن الخطاب, عمله الخاص في التجارة. لكن يا ود نعرف المزيد عن أسرة الآن عمر بن الخطاب مع الدكتور الحنيني إن سمحت لي. دكتور الحنيني أريد أن أسألك عن إذا ممكن تضيف أيضا نحن في السيرة الذاتية عن أسرة عمر بن الخطاب.
نعم. من الأشياء العجيبة وأيضا الملفتة للنظر في سيرة عمر رضي الله عنه أسرة عمر، أولا نسبه، هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع وهو كعب بن الأي، فهو نسبه شريف وهو قرشي من أشراف قريش، فهذه أيضا تحسب له. أيضا عمر رضي الله عنه من الأشياء العجيبة التي في حياة عمر أنه زوج ابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن عمر لما عرض ابنته على أبي بكر وعثمان فكل يقول أنا متزوج وليس بحاجة الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعوضك الله بخير منهما، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يسوغ الإنسان يتكلم في هذا الصحابي الجليل وبنته مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء العجيبة أن أشرف زوجات عمر رضي الله عنه، وهذه نداء الأخ عبد الباقي وغيره حتى نطيب خاطره، أن زوجة علي وهي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، زوجة عمر، زوجة عمر رضي الله عنه هي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، يعني أحب النساء إليه هي بنت علي رضي الله عنه. وعلي زوج ابنته لأم كلثوم لعمر وقد فرح بهذا الزواج وأصدقها بأربعين ألف، وجاءت له بزيد ابن عمر وجاءت له برقية، فهذا أيضا مما يذكر له. العجيب أيضا أن نسل عمر كانوا كلهم أفاضل، فعبد الله بن عمر كان من أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أبنائه عاصم، وهذا عاصم هو جد عمر بن عبد العزيز الذي ضرب به العدل جده لأمه، وأيضا تزوج بزينب بنت مضعون الجمحي، وتزوج أيضا وهي أم عبد الله وحفصة، وتزوج أيضا بقريبة بنت أبي مخزوم ابن، وهي أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سلفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كما يقال الآن عديل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حاز الشرف في زواجه وفي أبنائه. بل أعجب من هذا وأنا أقول الأخوان كلهم أن من محبة آل البيت لعمر رضي الله عنه فقد تناسب معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سببي ونسبي منقطع إلا سببي ونسبي، فهو يوم القيامة فهو له الشرف أن يكون سببه ونسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبنته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لكل المنصفين انظروا فضل هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ابنة عمر وزوجته هي بنت علي رضي الله عنه، والأعجب من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى من فرط محبته لعمر سمى أحد أبنائه عمر، وهذا عمر استشهد مع الحسين في كربلاء. فكيف يمكن علي إن كان بينه وبين عمر شيء يسمي ابنه عمر؟ وهذا اتفق عليه سواء السنة أو الشيعة وكل الطوائف على أن عمر هو ابن علي بن أبي طالب وهو أخو الحسين واستشهد معه في كربلاء. كذلك الحسن رضي الله عنه سمى أبنائه بأبي بكر وعمر، وأيضا الحسين سمى ولده عمر بن الحسين، وأيضا سيد التابعين علي بن الحسين بن زين العابدين الإمام الرابع عليه السلام سمى ابنته عائشة وسمى عمر أحد ذريته، فانظر إلى التلاحم في هذه الأسرة الكريمة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الجميع ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه فرصة حتى مرة أخرى أحيي صديقنا عبر الهاتف الدكتور علي محمد الصلابي الباحث الأكاديمي الحقيقة المتميز، هذا كتابه هنا أظن واضح كذا هذا، ولكن لحال عمر بن الخطاب شخصيته وعصره والعنوان الكامل فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سلسلة تاريخ الخلفاء الراشدين، هذا الكتاب الثاني، والدكتور الصلابي كاتب عن الصديق والفاروق وعن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا وعن الحسن ابن علي بن أبي طالب يعتبره خامس الخلفاء الراشدين. يقول عن سيدنا عمر وإحنا في هذه المرحلة قبل ما نرجع للدكتور العريف، يقول كان رضي الله عنه رجلا حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا قوي الحجة واضح البيان، مما أهله لأن يكون سفيرا لقريش ومفاخرا ومنافرا لها مع القبائل. قال ابن الجوزي كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا، أو نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا ورضوا به رضي الله عنه. وأضاف الدكتور الصلابي، يقول الدكتور الصلابي من علماء ليبيا
من كتاب ليبيا المتميزين، يقول كان يدافع عن كل ما ألفته قريش من عادات وعبادات ونظم، وكانت له طبيعة مخلصة تجعله يتفانى في الدفاع عما يؤمن به. وبهذه الطبيعة التي جعلته يشتد في الدفاع عما يؤمن به قاوم عمر الإسلام في أول الدعوة، وخشي عمر أن يهز هذا الدين الجديد النظام المكي الذي استقر والذي يجعل لمكة بين العرب مكانا خاصا، ففيها البيت الذي يحج إليه والذي جعل قريشا ذات مكانة خاصة عند العرب، والذي صار أو جعل لمكة ثروتها الروحية وثروتها المادية، فهو سبب ازدهارها وغنى سراتها. ولهذا قاوم سرات مكة هذا الدين وبطشوا بالمستضعفين من معتنقيه، وكان عمر من أشد أهل مكة بطشا بهؤلاء المستضعفين. ولقد ظل يضرب جارية أسلمت حتى أعيت يداه، ووقع الصوت من يده فتوقف إعياء، ومر أبو بكر فرآه يعذب الجارية فاشتراها منه واعتقها. لقد عاش عمر في الجاهلية وصبر أغوارها وعرف حقيقتها وتقاليدها وأعرافها ودافع عنها بكل ما يملك من قوة، ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله وحقيقته وتيقن الفرق الهائل بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والحق والباطل. ولذلك قال قولته المشهورة إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. بالمناسبة للمهتمين بالكتاب هذا عاوزين يعرفوا بس اللي عاوز يحصل عليه، هذا طبعة دار ابن كثير اللي عندي أنا الطبعة الثانية، هذا العام يدوبك جاية يعني 2005 ميلادي 1426، ودار إذن ابن كثير الثانية، ويمكن الإنسان يحصل عليها أظن في المكتبات الرئيسية في بيروت والقاهرة ودمشق وغيرها. إذن دكتور العريفي، هذه بعض معالم شخصية عمر بن الخطاب، إذا عندك ما تضيف إلى حياته في الجاهلية، لأنني بعد ذلك أود أن أدخل في قصة إسلامه الروايات عن جميل. عن إسلامه. فقبل أن ندخل في القصة، إذا عندك أنت والدكتور الحنيني ما تضيفان عن حياته في الجاهلية فأهلا بكما، وأبدأ بك. كان في كلام حقيقة حول صفته. نعم. يعني أحيانا أنت لما تحب شخص بودك أن تعرف صفته. مزبوط. صفة شكله صح. يعني صح. إيه؟ لذلك حتى لو تقرأ لشخص أحيانا وترى صورته في مكان تحرص على أنك تطلع عليها. صح. كان رضي الله تعالى عنه مشربا. طبعا بعض العرب كانوا يقولوا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، خير من أن ترى، لكن في الحالة دي يبدو لي ما شاء الله الناس حيلاقوا حاجة. إيه نعم. يعني قريبة من الصورة الذهنية عن نعم. كان رضي الله عنه مشرب بحمرة حسن الخدين، كانت لحيته خفيفة أبيض يعني كان. نعم كان أبيض فيه حمرة في وجهه، كان غليظ القدمين والكفين، كان ضخم الجثة وكان طويلا، يقولون كان إذا مشى إذا رأيته من بعيد ماشيا كأنه يركب دابة من طوله رضي الله تعالى عنه، وكان شعر رأسه خفيف، وقيل كان شديد الصلع. قبل أن ننتقل دكتور إلى النقطة التي تريد، أظنك سألت عن قصة إسلامه. قبل أن نحكي في قصة الإسلام، إذا كان لك ما تضيف. انتهينا الكلام على الجاهلية. طيب هل عندك دكتور ناصر لحظة، هل عندك أي شيء تضيفه في عن حياته في الجاهلية قبل أن نتحدث عن قصة إسلامه؟ نعم أنا أقول أن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره، لأنه كان معروف في الجاهلية أيضا، يعني كان يتشوف أن يسلم عمر لأنه كان خطيب قريش في الجاهلية، وكان صحيح. هو الذي يمثلهم، وهذا يدل على رجاحة عقله. هذه أيضا قضية مهمة، أيضا حكمته وقوة شخصيته، علمه وفقهه أيضا، كل هذه يعني تميز بها عمر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه كما سيمر معنا كان يعرف مقاصد الشريعة وقواعد الكلية كلها. طبعا طيب الآن نحن نعم. تحدثنا عن شخص يعني متحمس لما يعتقد به للأوضاع كانت سائدة في قريش، وبشكل عام كان هناك موقف واضح من قادة قريش، كان هناك موقف استبدادي ديكتاتوري صحيح، يعني لم يحترم حق المسلمين في الدعوة لدينهم صحيح. ضيق عليهم، ألجأهم إلى الهجرة صحيح. حاصرهم عذبهم، فكانوا يعني لم يكن هناك اعتراف بحرية العقيدة ما نسميه الآن، أو الرأي الآخر والرأي الآخر وحرية العبادة وغيرها جميل. فكان المسلمين يعانون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحد الذين كان أحد هؤلاء يعني القرشيين نعم. الذين يضايقون الدعوة الجديدة. وحتى أنت حكيت لنا قبل قليل عن الرجل الذي قال توقع أن يسلم حمار من الخطاب دون أن يسلم من الخطاب نفسه، فكيف جاء إلى هذا الدين؟ جميل. قبل أذكر هذا اسمح لي بس في ثلاث دقائق سأذكر شيء
مما جعلنا أيضا نتحدث عن عمر رضي طيب. الله عنه، شيء من المناقب التي جعلتنا نختاره. جاء مرة عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولاه غزوة جيش ذات السلاسل. ظن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختارا بين الصحابة قال أكيد ما اختارني إلا أني أحب واحد من الصحابة إليه، معقول يخليني رئيس وأنا لست أحب واحد في سرية من السرايا، في سرية من السرايا ذات السلاسل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، في لحظة صفاء، يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ توقع أن يقول له أنت، ألا تراني جعلتك رئيس الجيش القائد الجيش؟ قال عائشة، قال لا، من الرجال من الرجال. قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم فلان وفلان وفلان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا، والحديث رواه البخاري فيه صحيحا. وكذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى كما في البخاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، قال فطلبه الراعي، طلبه الراعي حتى استنقذ الشاة من الذئب، قال فالتفت إليه الذئب، التفت الذئب يكلم الراعي، ثم قال له من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني إما ركب عليها أو وضع عليها متاع، فالتفتت إليه البقرة فكلمته قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فقال لنا سبحان الله، يعني عجيب هالكلام يا رسول الله، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر موجودين في المكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأكد أن ما دام تكلمت أنا بكلام لابد أن يعني يصدق به أبو بكر وعمر. وكذلك في البخاري، وهذا الحديث في البخاري، وكذلك عند البخاري ومسلم من حديث الزهري قال أخبرني ابن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه الآن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء حق. قال بينما أنا نائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو، يعني بئر وفيه دلو، قال فنزعت منها ما شاء الله، جعلت أنزع بالدلو، ثم أخذها مني ابن أبي قحافة، يعني من؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر رضي الله عنه. قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا، يعني كان ضعيف وهو ينزع. قال ثم استحالت غربا، يعني كثر الماء وغيره. قال فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر، جعل يجر من الماء ويسكب للناس، يجر من الماء ويسكب. قال حتى ضرب الناس بعطن، نزل الناس وجعلوا يسكون منه. وكذلك من الأحاديث عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية، الحنفية أمه، من أبوه؟ من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، بل في البخاري عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي، من أبوه؟ علي. إذن محمد بن حنفية الآن رضي الله يسأل أباه علي بن أبي طالب، قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، أنا رجل من المسلمين. قال وخشيت أن يقول عثمان. يقول وكذلك عند البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم باختصار مرة من المرات ودخل إلى بستان، فقال أبو موسى في نفسه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتاحا في البستان لم يشأ أن يأتي الناس يزاحموه، قال فقلت في نفسي لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقف عند باب البستان ما في أحد يدخل إلا مستأذن حتى ما يدخل عليه 10 20 30 ويزعجونه. قال فبينما أنا أنتظر عند الباب قال إذ أقبل رجل، فجئت عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ها هنا رجل، قال من؟ قلت أبو بكر، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقلت يا رسول الله ها هنا رجل، قال قلت قال من؟ قلت هو عمر، فقال إذن له وبشره بالجنة، إلى آخر الحديث في ذلك، والحديث أيضا في البخاري. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر ابن الخطاب وقد وضع على سريره، عمر طعن كما سيأتي معنا، وطعن 3 طعنات، الأولى في صدر والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، ولما طعنه أبلولؤه جر الخنجر حتى فتح المنطقة التي تحت سرة عمر، حتى إنه لما سقوه الماء طلع مع الجروح من مزق بطنه منتهي. فلما كان على سريره عمر رضي الله عنه يعني إما مات وإما تفيض روحه، يقول ابن عباس، وابن عباس يعني لا يزال في أول شبابه، يقول أنا أنظر وعمر بن الخطاب يعني على سريره، يقول فإذا برجل من خلفي قد وضع يده على مرفقه على منكبي، الناس المتزاحمون، جاء رجل وضع يده على منكبي، يقول فنظرت فإذا هو يقول، هالرجل هذا يقول رحمك الله
إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، زي ما كنت معهم في الدنيا تكون معهم في الآخرة. قال فنظرت إليه، الآن هو متأثر وينظر إلى عمر لما سمع الكلام، يقول فنظرت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، وكذلك من الحديث في فضائله. أرجوك انتظرني لحظة هنا، لأنه الأخ عايض الدوسري يحب كلمة قبل نهاية حلقة اليوم. والأخ يوسف الشمري من بغداد اتصل بنا، وأهل بغداد عندهم حظوة خاصة هالأيام في الفضائيات كلها وكذلك في المستقبل. أخي يوسف الشمري، السلام عليكم وأهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحييك دكتور الهاشم وحي المشايخ اللي عندك. الله يحييك. وأنا عندي يعني بس مداخلة بسيطة. نعم. أنا أحب أذكر الأخوان الشيخ العريف والشيخ الثنيني، يعني أنهم في باب الدعوة، وأنهم يعني فيه في أمر عظيم أنهم يبينون سيرة هذا الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه، وأشد من أجرهم الله، وأقول زي. أنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء الذين يتصلون وهم مشحونين، وأخبرهم بقصة وأثر أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة عندما سجن في فتنة خلق القرآن الكريم، وهو بالسجن آزره لص حرامي لما علم أنه من أهل السنة. صحيح. قال ما الذي أتى بك يا إمام أهل السنة؟ قال جاء بي المعتصم لقولي بخلق القرآن وكذا من هذه الأمور. فقال لما عرف أنه ضرب وأنه سجن لهذه الفتنة، قال له اللص ورأى يعني علامات الهبوط عبادي على أحمد محمد الإمام السنة، فقال يا إمام لا يغرك ولا تلتفت إلى هذا الكلام، أنا لص أضرب على هذه السرقات ولا أعترف وأثبت عند وأنا أخذني حرام. فأنت إمام أهل السنة فيقول لا تلتفت إلى هذا الكلام، فيقول الإمام أحمد محمد يقول شد من أزري هذا اللص الذي كان معه في السجن. الله طيب يا يوسف، يوسف وثبت الله خطاهم، يوسف نصرنا الله وإياهم وثبتنا على منهج السنة والجماعة. يا يوسف في كهرباء اليوم في بغداد الليلة؟ والله أنا مو بغداد، أنا يعني تقريبا دون الموصل. دون الموصل، وعندكم كهرباء هناك؟ الآن شغال الوطنية. الآن شغالك الحمد لله كويس. الله أن يفرج عنك. نحييك ونحيي كل أهلنا في العراق، وأجي لك بعطيك التعليق على خذ دقيقة بس، لأنه الأخ الدوسري والأخت عايشة. أنا أشكر الأخ الشمري، لكن أقول له والله لنا الشرف أن نتكلم عن الصحابة وآل بيت رسول الله، ومنهم عمر رضي الله عنه وآل بيت رسول الله، كيف لا يكون لنا الشرف وعمر رضي الله عنه نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه بنت علي رضي الله عنه. وأنا أقول لكل من يريد أن يشرف بسيرة عمر، نقول له لا تتكلموا في هذا الرجل، فإنه متزوج بنت علي إمام آل البيت، وآل البيت سموا أبنائهم باسم عمر، فكيف يرضون آل البيت وهم علي رضي الله عنه أن يكون عمر فيه شيء من القدح؟ بل اختاروه لأنه من أنقى الصحابة وأطهرهم وأعلاهم قدرا. طيب. وأقول والله نتشرف نحن بسيرته وسيرة آل البيت، فهم رضي الله عنهم كلهم لهم مكان في قلوبنا. طيب. ونحن والله نتقرب بحبه وبحب آل البيت علي رضي الله عنه وأبنائه وآل بيته. صحيح. فأرجو الرسالة هذه تصل لكل من يشاهد الحلقة. الله يسلمك. أخت عائشة في لندن، تفضل يا أخت عائشة. أخت عائشة السلام عليكم. أهلا بك. شكرا على هذا البرنامج، وشكرا على شكرا للأخوين والدكتور الحنيني والعفيفي. طبعا أنا سمعنا إحنا الحلقات مال وشفناها مال سيرة الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والآن نتابع الحلقات عن سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وكذلك سوف نرى كذلك سيرة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم علي كرم الله وجهه.
عندي طلب منك. أريد أن بعد ما تخلصون يعني هذه كل الحلقات وكل السير، نريد مقارنة، تعملوا مقارنة بين سيرة الصحابة عمر وعلي وأبو بكر، يعني وتشوفون من هو الأفضل من بين هاي الصحابة قبل إسلامه وبعد إسلامه. وطلبي أريد أن أسأل، لماذا سمي علي كرم الله وجهه؟ لماذا لقب أو يقولون عنه أنه علي كرم الله وجهه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأخ عايض حصلناه ولا لسه؟ خطه، لأنه في مشكلة انقطع الخط يا أخ عايض، وإن شاء الله نقدر نفتح لك خط لأنه زحمة شديدة على التليفونات. الحاج وعد في دبي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي الضيفين وبارك الله فيكم. يا أهلا بالحاج وعد. أحييك أستاذ محمد، ما دام أنه هذه كما وصفتها أنها جامعة ومفتوحة، فإن شاء الله عندي بعض النقاط وهي تثري البحث إذا تسمح لي أطرحها، ثم بعد ذلك يجيب الأخوة بما يريدون. وأبدأ بالنقطة الأولى، أنتم كتبتم لعدة أيام مقولة لعمر بن الخطاب، وأنا أسأل هل هي لعمر بن الخطاب؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذه لم تثبت لعمر وهي ليست لعمر، وأرجو من الضيفين ومن أخ أهل الاختصاص أن يبينوا لنا هل ثبتت أو لا، وأن أردتم تخريج هذا القول خرجته. هذا أولا. المسألة الثانية، قال الأخ الفاضل وكررها أكثر من مرة، قال أن عمر تزوج من بنت علي. أقول لم تثبت عندكم أنتم بسند صحيح أنها ثبتت أن عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم. ذكر الألباني، وأرجو أن تسمحوا لي، ذكر الألباني حديث، فما أدري هل تقبل به، أنه علي بن أبي طالب زين ابنته وبعثها، فوضع عمر يده على ساقها فكشفها فلطمته وقالت له أتفعل ذاك وأنت أمير المؤمنين، لولا أنك شيخ كبير لكسرت أنفك. تقبل هذه في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2036 حتى تثبت أن عمر تزوج أم كلثوم؟ ثم قلت أن علي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء عمر، من أين لك هذا القول؟ هنالك كثير من الناس اسمهم عمر، فلماذا لا يقول إنسان مثلا أن علي بن أبي طالب سمى أولاده بغير عمر بن الخطاب؟ وإن شئت الآن، إن شئت الآن ذكرت لك كثير من الصحابة اسمهم عمر. أنا عندي عندك دليل يثبت بسند صحيح أن عمر يحاورك يا حاج، إيش رأيك؟ لا اسمح لي أنا أذكر لا لحظة بس، مثلا خلينا مضبوط، خلينا ناخذ يعني ناخذ واحدة يعني في نقاش علمي. وأنا يعجبني حقيقة هذا الطرح المتميز مثل هذا الأخ، يعني أعجب بالشخص اللي يكون باحث المسألة ويأتي ويطرحها طرحا جيد. أما بالنسبة لزواج عمر رضي الله تعالى عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، فهذه يعني لم نأتي بها من عند أنفسنا، هذه مبنية على نصوص معتمدة عند جميع طوائف المسلمين. أما في عند أهل السنة فقد ذكرها الطبري. استنى يا حاج وعد، استنى يا حاج وعد. زوجة تزوجها علي فاطمة فولدت رضي الله تعالى عنها الزهراء، فولدت الحسن وحسين ومحسنا، يقول ولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم، وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب، هذا كلام الطبري. وذكر الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام، يقول في أحداث سنة 17 يقول فيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وأصدقها 40,000 درهم. وذكرها كذلك ابن الجوزي في المنتظم، يقول وأمهم وزيد لما تعدد أبناء عمر قال كان لهم من الولد عبد الله وعبد الرحمن وحفصة، ثم قال وزيد الأكبر ورقية، وأمهم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وزيد إلى آخره. إن شاء الأخ أنه يرجع الطبري جزء الخامس 442، وأنت باحث ليتك تراجعها، والذهبي في الجزء الخامس صفحة 166، والمنتظم جزء الرابع صفحة 131، وكذلك في أسد الغابة ذكرها ابن الأثير، وكذلك ذكرها ابن حجر في ترجمة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أما في مصادر الطوائف الشيعة فذكرها أبو الحسن العمري المتوفى سنة 443 في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين، ذكر زواج عمر من أم كلثوم،
واعتمد عليه الكثير من نسابة الشيعة، منهم أبو نصر البخاري في كتابه سر السلسلة العلوية، ونقل رأيه أيضا، ونقل أمين الإسلام كما يلقب الشيعة الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى زواج عمر من أم كلثوم، وكان قد ذهب إلى أنه زواج عمر من أم كلثوم في صفحة 204، صفحة 204، وذكره كذلك النسابه الشيعي ابن الطقطقي الحسني المتوفى سنة 709 زواج عمر من أم كلثوم. وبالمناسبة هذا الكتاب حققه أحد أئمة الشيعة المعاصرين السيد مهدي الرجائي، وهو من أجل تلامذة شهاب الدين المرعش النجفي. وكذلك يقول الطوسي تحت عنوان يقول الطقطقي عفوا تحت عنوان بنات أمير المؤمنين، قال وأم كلثوم أمها فاطمة الزهراء عليها السلام تزوجها عمر بن الخطاب. وعلق المحقق على الرواية، قال ذكر المحققون كل من يرون قيل إنه تزوج شيطانة إلى آخر الكلام في هذا. الخلاصة في نصف دقيقة، يقول الخلاصة أن عمر رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم بنت علي، وهذا موجود في مصادر أهل السنة وفي مصادر الشيعة. وزواجه من أم كلثوم ذكرها أكثر المؤلفين سواء عند أهل السنة أو عند الشيعة. وليس هناك مشكلة يا جماعة أن يتزوج عمر من أم كلثوم، هم صحابة، وعلي رضي الله تعالى عنه إمام كرم الله وجهه وفوق رؤوسنا، وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كفؤ أن يتزوج بنت علي واصطقها 40,000 درهم. طيب أوكي، عندنا الأخ عايد الدوسري دخل معنا على الخط، والشيخ محمد الخزاعي، والوقت يضغط جدا. شيخ الخزاعي أعطيك دقيقة ودقيقة للشيخ عايد الدوسري ونكمل في حلقة الغد إن شاء الله. شيخ الخزاعي دقيقة. السلام عليكم. يا مرحب بيك. تحيتي للسيد الهاشمي. الله يحييك ويعزك. أخي الهاشمي، أنا ما أتفق مع الأخوان على هذه السيرة الذي جاءوا بها لعمر بن الخطاب. أنا عندي مشكلة مع هذا الأخ وهو خليفة المسلمين. أريد أسأل الأخوان سؤالين. كيف وصل عمر بن الخطاب خليفة؟ هل وصل في شورى والتعيين من الخليفة أبو بكر؟ طيب، وكان قد عينه أبو بكر وصية له، فهل أبو بكر أنه أحرص من الرسول على الإسلام؟ هاي فالسؤال واحد. سؤال واحد. سؤال اثنين، أنه أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه زوج بنته إلى المخطاب، وأنا أتفق مع الأخ اللي قبلنا حسب ما قال هذه الروايات غير صحيحة. والسؤال والمداخلة الأخيرة، لو إن أحب الناس إلى غيبين وجهه فاطمة الزهراء، هم يقولون رواية غير صحيحة عند أهل السنة ولا عند الشيعة؟ قصيدة دعبل ابن علي الخزاعي، قصيدة دعبل، وهو يعرفونه التائية. والتاريخ كما تعرف يا هاشمي يذكر في القصائد وفي الشعر وكثير من طيب شيخ محمد الدقيقة، شيخ محمد هاشمي لحظة رحمة على جد، باقي عشر ثواني. يقول دعبل الخزاعي في قصيدة التائية: ستسأل تيم عنهم وعديها وبيعتهم من أفجر الفجرات، هم منعوا الآباء عن أخذ حقهم، وهم ترك بناء رهن الشتات، طيب. هم عدلوها عن وصول محمد فبيعتهم. شيخ الخزاعي أوكي أوكي أوكي، شيخ الخزاعي، أنا الآن إن شاء الله بتجي وقت الإجابة على كل أسئلتك. أنا أريدك فقط وأنت تسمع الأجوبة أن تضع في ذهنك أنه في خلاف تاريخي، أنت عارف، ونحن نحكي الآن بالأمور العلمية، أنه في يعني شيخ الخزاعي مليار وشوية من الناس من البشر اللي عايشين في عصرنا يحبون يعني على رأي الإخوان الموجودين هنا ويحبون عمر بن الخطاب، هذا ما يمنعناش أن نتناقش، صحيح. لكن نحاول يعني بشكل عام، أنت راعي المليار وشوية وهم يرعوك كما لو تحدثنا في أمور أخرى في أي ملة وفي أي دين، وإن شاء الله نحاول بطريقة علمية نجمع بساعة الصدور، صحيح. نتحاور ونشوف الأمور اللي إذا كان ممكن الاجتماع أو على الأقل الاحترام حق الرأي الآخر، صحيح. بأدب. شيخ عايض الدوسري بقي الدقيقة ونص لك، ذكر من البرنامج كله شيخ عايض الدوسري. شيخ عايض الدوسري، جميل. شيخ عايض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، عليكم. أهلا بيك.
حياك الله يا دكتور وحيا الله المشايخ الكرام. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا عندي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى منهجية، أنت يا دكتور حفظك الله، أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقدمه في ميزانك يوم القيامة، وعلى تخصيص مثل هذه الحلقات في مثل هؤلاء العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرت حفظك الله أن هذه الحلقات عبارة عن جامعة، ولا شك أن الجامعة بارك الله فيك تقدم العرض قبل المناقشة وليس المناقشة قبل العرض، ولذلك أنا أرى أن مسيرة الحلقة هذه من بدايتها اعتراها نوع من الخلل وغير المنهجية، لأنها بدأت في المناقشة قبل العرض. ويعني أنا أرى أن الأفضل بارك الله فيكم أن تتركوا حلقة حلقتين ثلاث للعرض الموسع، ثم بعد ذلك نترك هناك مجال للمناقشة. أنا أسأل، لماذا هذا الهجوم على سيد من سادات الإسلام وثالث رجل في الإسلام عمر رضي الله عنه في أول حلقة وقبل أي بداية، قبل أن يعرض أي شيء، لماذا هذا الهجوم؟ يعني الذين يرفعون شعار الوحدة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد يعني صفوف المسلمين ويوحد قلوب المسلمين، لماذا هذا الهجوم على عمر بن الخطاب الفاروق العظيم العبقري؟ يعني هل يجعلنا هذا أو يتطرق إلى قلوبنا أن هناك من يغذي الكراهية ويزرع الفتنة بين المسلمين في وقت نحن بحاجة إلى الوحدة الإسلامية؟ أنا والله الذي لا إله غيره لو تهجم على أبي أهون عندي من أن يتهجم على عمر رضي الله عنه. ويجب أن نتفطن لأمر عظيم، أن عظمة التلاميذ من عظمة معلمهم صلى الله عليه وآله وسلم، والإساءة للتلاميذ إساءة لأستاذهم. حينما يقول أن التلاميذ كفرة أو فجرة أو فاشلون، ألا يدلك هذا على أن معلمهم أساء بتربيتهم؟ والله سبحانه وتعالى أثنى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأثنى على طريقته في البلاغ وطريقته في التربية. مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي التي خرجت جيل قال عنه الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الطعن في أصحاب محمد وتلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو طعن في محمد صلى الله عليه وسلم. أن يأتينا عالم أمريكي اسمه مايكل هارت ويؤلف كتاب أعظم 100 شخصية في العالم، ثم يجعل على رأسها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجعل من أعظم الشخصيات في العالم عمر رضي الله عنه، أيعرف الكفار أو غير المسلمين قيمة تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، قيمة علي رضي الله عنه وقيمة عمر، ثم نأتي نحن ونشكك في مثل هؤلاء؟ أنا أرجو من جميع الأخوة المسلمين وخاصة الذين يرفعون شعار الوحدة الإسلامية، والله أهون على قلوبنا أن يطعن في أبنائنا وآبائنا ولا يطعن في صحابة وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نبحث عن الوحدة الحقيقية فيجب أن نتقي الله، يجب أن نتقي الله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية أثرت أنت يا دكتور محمد، وهي إثارة جميلة، حينما تلا الدكتور محمد العريفي حفظه الله قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. أنت ذكرت أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإنجيل والتوراة وهما من كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه القرآن أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الغر الميامين قد ذكروا في التوراة والإنجيل، ولا يسع المسلم إلا أن يسلك منهج القرآن. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لما بين أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل فليس ما هذا يا دكتور عايد؟ هذا تليفونك أظن، هذا تليفونك. والحقيقة يعني كنا نتمنى أن نسمع بقية النقاط، وفي كل الأحوال أظن أنه وقت البرنامج انتهى فعلا، نبدأ معك إن شاء الله، نبدأ معك فعلا انتهى وقت البرنامج. هذا هو لحنه المميز. مشاهدي الكرام، شكرا للدكتور محمد العريفي، وشكرا للدكتور ناصر الحنيني، وشكرا لكل من اتصل بنا من الإخوة المشاهدين.
يستمر الحوار غدا عن سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب بمشيئة الله تعالى وإذنه وعونه وتوفيقه. فحتى ذلك الحين هذا محمد الهاشمي يحييكم ويشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.